طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواننا وأخواتنا كيفكم؟ إن شاء الله تمام، كل عام وأنتم بخير، ربنا حقق الأماني وإن شاء الله كده زي ما عاوزين في كل الدنيا. طيب، في الفترة اللي فاتت دي أخواننا الناس تقريبا لاحظت إنه ارتفاع النعرات العنصرية والتعنصر والعنصرة العكسية الحاصلة في البلد دي كلها. الحقيقة تقريبا كلكم شفتوا انه بدأوا مجموعة محددة من الناس وبدت تنتشر وتنتشر حتى توسعت اذا وصلت الى دولة البحر والنهر، كويس. انا ما اعرف كيف في مجموعة محددة عندها توصيف محدد للعنصرية. الحقيقة اللي عملت اللايف بالمناسبة، اللايف ده انا عملته عشان حاجة واحدة. واحد يبقى كاتب لي السودان حق ابو منو، انت شكلك مع السودان، انا اكلمك انت شكلك مع السودان، كما عارف السودان حق امه. السودان ده عنده ابو وام وحبوب وخال وجد، وعنده اي زول، كويس، عنده ناس، عنده اهل كاملين، عنده قبائل، عنده بيناس. السودان ده مليان بيناسه، مليان في كل اطرافه بيناسه، كويس. السودان ده فيه 18 ولايه، انت من ولايه واحده، انت اهلك من ولايه واحده، وفي الولايه ذاته عدد سكانك 2% من الولايه ذاتها، كويس. وانت واهلك عاملين المشاكل في السودان ده كله، السودان ده كله في الخرطوم، المشاكل في حتى في الولاية دي ذاتها، المشاكل انتو. السودان ده كله ما عنده حاجة غير 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 يعني غير السلام والأمن. حتى انتو ظهرتوا، انتو جابتكم مجاعة، يعني انتو جيتوا مجاعة سنة 83. تسأل السودان حق منو؟ وكمان جابت ده السودان قال شنو؟ السودان لكل الأفارقة. السودان ده ما في دولة في الدنيا، ما في زول سيد حد بيقول بيتي لكل الناس، بيقول يا أخي أنا بستقبل الضيوف، انا بستقبل كان في زول عنده مشكله بستقبله عندي، كويس. لو في زول دار يشتغل اهلا وسهلا مرحبا به، لكن ما بقول بيتي لكل الناس، ما بيتي بخلي اقول بيتي مفتوح بحر للناس كلها، اي زول دار حاجه يجي يشيل بيتي، كويس. لكن اساسا انتم ما عندكم وطنيه، لان الوطن ما شبهكم، ولا السودان ذاته شبهكم، كويس، ولا عادات وتقاليد ذاته شبهكم، ولا طريقه حياه الناس ذاتها تشبهكم. معلش انا بقول الكلام ده، الكلام ده حقيقه. يعني احنا ناس مسالمين، ما في زول عندنا بشيل سلاح في الشارع، ما عندنا زول ثاني بيمشي يطلع له زول في الشارع. دين احنا ده الشعب السوداني، ده عشان الشعب السوداني بيعرفوا العالم ده كله، امشي في كل العالم ده ازهر من الشعب السوداني. بيقول لك ناس مسالمين، ناس 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 بيحبوا الخير للاخرين، كويس. ما بنعرف الجرائم دي، ما بنعرف ذاته، كويس. انت ثقافتك تقدر تشيل تجيبها لنا هنا؟ لا، زول يكون شايل له سلاح ماشي في السوق ما بنقبله، ما بنقبله وما بنخليك. وبعدك اقول لها البوابة حقت اي حاجة انتقاد ننتقده لمجموعتك السكانية جايبة دي، كويس، تشبكني عنصرية؟ ما عنصرية يا اخي، انت السودان مرحبا في اي حتة. في زول قال لي زول يا اخي انت لابس شنو اللي جاي من وين؟ ابدا يا اخي، انت بتجيني بسلاح ماشي في السوق، زول مواطن شال له كلاش في السوق، في سوق ليبيا شال له كلاش في ظهره ماشي في السوق، ده انا ما بعرفه، ده ما ثقافتي، دي ما ثقافتي السكانية ولا ثقافتي حقت الناس. انتوا ناس عندكم مشكلة في راسكم، ده تتكاتلوا. لسه ما وصلتوا لغاية التطور الإنسان والتطور بتاع العقل اللي بخليك تعيش مع البني آدمين ذاته. المفروض الإنسان انت المناطق الحضرية ما تجي، المفروض ما تجي المناطق الحضرية، لأنه إنسان دار يشيل سكين، كويس، وإنسان دار يشيل سلاح ويمشي في الشارع وداني أقبلك؟ ما بقبلك، والله ما أقبلك، كويس. يا اخي انت جاي من ولايه، من 18 ولايه، ما انت سكان السودان كله، ولا انت بتحكم بالسودان كله، ولا من حقك تفتح السودان كله لباقي الدول عشان يخشوا ويتجنسوا على حسك انت ويشيلوا على حسك انت، ما بنقبل بكلام زي ده. وفي النهايه الموضوع ده في النهايه حيجيب مشاكل. انت قاعد رايح شنو؟ ونرجع تاني للبكا والنحيب؟ حنرجع تاني لنفس البوابه الاولى حقت البكا والنحيب؟ كويس؟ ليش يا اخي الناس ما تكون عاقله والناس واعيه وتعيش؟ يا اخي انت قادر تعيش؟ انت قادر تربي اولادك؟ انت قادر الان في السودان ده؟ كويس؟ قادر تتعالج؟ ما قادر. تمشي تجيب لك ناس ثانيين لشنو؟ تدخل السودان وداير يتجنسوا على حسك انت؟ ما بنقبلك يا زول، ما بنقبل الكلام ده. يعني زي ابو لحى جينا سكننا ولد عمنا معانا، مشى جاب اولاد خالاته. يا زول احنا ما لنا مال اولاد خالاتك، انت جيت سكنت معانا، انت شريك معانا في بيتنا، تعال اهلا مرحبا بك، مرحبا بك في بيتك. يا اخي ما تمشي تجيب اولاد خالاتك وتجي تقول يا اخي السودان حق ابو منو؟ لا لا لا، السودان عنده اهله قاعدين حارسينه وراجينه، واهله رجال، وقبل كده البكا حصل. فما تخلينا نتكلم كلام فارغ، ما تخلونا يا اخواننا نقول الكلام الـ 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 الناس ما بتقبله، كويس؟ يا اخي انت عيش مواطنتك. يا اخي في زول من عزول مشي مدينه من مدن السودان،
في زول حما زول يعيش حتى في السودان ما في زول حماكه. انت ما تجي مواطن جاي ليه بسلاحك جاي مسلح لشنو؟ اسي احنا اقول له حاجه، انا في حاجه اقول كمان لاخواننا من ناس دارفور، الى الان انتوا ما قدمتوا لنا سياسيين، انتوا قدمتوا لنا مسلحين ولا قدروا يتفاهموا مع السياسيين ولا قدروا يشتغلوا في السودان، وفي النهايه صنعوا لنا الوضع ده. انتوا للان ما قدمتوا سياسيين، قدمتوا لنا منو؟ جبريل زول غايه حركه، من ناوي زول غايه حركه، كل الناس بتكلموا بالسلاح، ما قدم ما قدرتوا لحد يوم اللي طلعوا لنا سياسيين من المنطقه حق دارفور دي، طلعتوا لنا سياسيين عشان يجوا يتعاملوا يبقوا سياسيين في بلد اللي اسمها السودان. ترى بيطلعوا لنا في مسلحين. يعني ها في النهايه حنقدر نتفاهم كيف؟ احنا بنقول سلميه وانت شايل سلاح، احنا بندعم بالدين وانت شايل سلاح، في النهايه حنعمل لك شنو يعني؟ يعني في النهايه اي زول حيسلح اهله عشان نقدر نكون في لغه حوار مشتركه، ما دام انت بتعرف لغه السلاح الناس كلها حتشيل سلاح معنا. لازم يكون في نقطه واحده. كويس؟ نقطه مشتركه، احنا بنبني في السودان جديد، قلنا يا اخوانا عاوزين نبني السودان ده على الـ على الـ على الـ على العداله وعلى الـ على الـ على على التطور والتقدم. كويس؟ الناس كلها تيجي مواطنين، تعال انت مواطن، تعال انت مواطن يا اخي، تقول لي السودان حقهم يوم ونجيكم كتلك ونعمل، ده كلام فارغ وما بتقدر عليه. انت لانك شويه في السودان، مهما عملت انت شويه في السودان. انا زول بتكلم عنه ده انت شويه في السودان، انت 2% من 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 من, من ولايتك 2%، على سكانك 2% من عدد من ولايتك. كويس؟ ما بتقدر حاجه، انت بتحاول تغير على السكان كلهم يعني هسه قال لاحظ كل الفتن اللي حصل في السودان دي، تلقاها من مجموعه محدده هي شغاله فتن في شمال السودان وفي شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط في الخرطوم، مجموعه واحده هي شغاله نفس الفتنه دي، نفس الفتنه دي، بحاولوا يغيروا كل الاغاليم وكل التركيبه السكانيه الحاصله دي. كويس؟ ويقولوا لنا يا اخواننا يا اخي المشكله لا من الجهه الشماليه، لا المشكله من الشرق، المشكله دي مجموعه واحده، لان هي ما عندها تعداد سكاني في السودان اساسا، دار تخلق فتنة عشان تقدر تحكم السودان. كويس؟ فيا اخواننا عليك الله يقول له حيروق وحده. كويس؟ وحكايتي يعني تبقوا لنا زي اردول، اي حاجه اسرق الذهب يتكلم معه سرقت ذهب يقول لك يا اخي انا شلون اسود، يا اخي انا عشان انا من المنطقه الفلانيه، يا اخي طب احنا بنتكلم، احنا تكلمنا في الصدق المهدي، تكلمنا في الدقير، تكلم في عقد طوالي عنصريه، يا دول ذات اقول حاجه ما حقت العنصريه دي بنركبها ماله؟ ما فارقه معانا كثير. ما فارقه تقول عنصريين، تقول لنا احمد يا اخي ما خليكم تسووا الغلط ونسكت. ما نخليكم تسووا الغلط ونسكت، كويس؟ جبريل كوز بنردمه، مناوي زول أرجوز بنردمه، كويس؟ اسمه انه ياسر عرمان ولا هنا ده اكبر خاين للسودان ده بنردمه، اي زول بنردمه، ما بنخلي زول، كويس؟ زي ما ردمنا الاخرين نردمكم انتم، ولحد يا اخواننا في دارفور، انا والله دي المره قلت الكلام ده قبل سنتين او ثلاث سنين، قلنا احنا في انتظار، كويس؟ احنا في انتظار حقيقي للسياسيين الدارفوريين، للناس فعلا جايين من المجتمع المدني الدارفوري، الناس اللي دارين احنا دارين نعمل دوله مدنيه، حنعملها بجزء مدني من الوسط والشمال والشرق، كويس، والجنوب، ونخليها جزء عسكريه من غرب السودان، لا لا، مدنيه كامله، احنا الحركات المسلحه دي ما بتنفع معانا، ولما نعرف نتناقش معاه، ولما نتناقش معاه، لانه بيتكلموا باسلوب القوه، باسلوب عندنا صح، اي كلام والثاني بقول لك يا اخي اسمعني، تعال في الحته الفلانيه يظل هي دار طالعه، امشوا هناك ما حد جيتوا هناك مناطق قبل كده استفدتوا شنو من الحرب؟ مع 20 سنه بتحاربوا في البشير ده كان بردمكم بالطيران، استفدتوا شنو؟ ما متوا بس قتلتوا اهلكم وقتلتوا روحكم سال من غير سبب، استفدتوا شنو من الحروب؟ في النهايه سخرتهم من يوتيوب شنو؟ بعد ما الثوره السلميه الناس شايلين اللافتات ديل طلعوا الشارع حتى تجوا خرطوم عشان قدرتوا تجوا تتكلموا وتركوا وخشوا المكاتب وخشوا القصر الجمهوري، ما عندكم حاجه تقدموها، ما عندكم حاجه اكثر من كده، انتوا قلتوا عند عليكم ظلم، اقسم عز جلال الله شباب، يا شباب انا في 2016 خلال حركه 27 نوفمبر انا كنت جزء من خلال حركه 27 نوفمبر اتكلمت مع جبريل ده، اتكلمت مع مناوي، اتكلمت مع صادق المهدي، اتكلمنا كلام في اجتماعات، اتكلمنا يعني اتكلمنا معاهم كلهم النازل. انا عندي كان سؤال مباشر كل مره بزلوا لي زول بلاقيه، سالت جبريل ده قلت له جبريل في حاله احنا قدرنا نغير النظام ده كويس؟ السلاح ده راي شنو؟ قال لي ارضى السلاح، احنا ثاني محتاجين السلاح لشنو؟ احنا مشكلتنا مع نظام البشير، اهو نظام البشير فات له 4 سنين كويس؟ فات له 3 سنين ناس نظام البشير 3 سنين فات، خدتوا سلاح ما خدتوا سلاح، لانه ما مشكلتكم مع نظام البشير، انتم مشكلتكم مع الدوله السودانيه كويس؟ مشكلتكم دار تخلوا روحكم حتى في الدوله السودانيه، وانتم اساسا ما موجودين في الدوله السودانيه كويس؟ الزول الموقف حقيقي مشرف وفكرته واضحه بالرغم من اختلافين من افكاره كلها افكاره غلط لكن موقفهم مشرف عارف عاوز بشنو
عبد الواحد ده، عبد الواحد ده موقف مشرف جدا وعارف عاوز شنو، وفعلا تحسبي كلامه انه مشكلته الدوله السودانيه والسودان. آية انا مختلف معاه في اطروحته في طريقه والعلمانيه والحاجات دي كلها مختلف معاه، اي والله مختلف معاه تمام، لكن كموقف مشرف عاوز دوله مدنيه وعاوز دوله حق الحريات ده موقف ما في زيه. يا اخي انت اقول له حاجه، انت صالحوك سنه وشاكلوك سنه يقتلوك سنه، يا اخي انت انا ما متخيل يوم من الايام مناوي ده يجي يقعد احمدتي يقعد معه عادي ولا فرقت معه في حاجه. يا زول زول ما قلت قتل اهلك قتل 300,000 زول لا ده البشير قتل 300,000 ما عندهم مشكله ما فرقت كثير، لانه اساس الناس مرتزقه ما اكثر كده مرتزقه. الحركات المسلحه الان القاعده دي حركات مرتزقه ما عندها اي تمشي تحارب في ليبيا. السلية الذي حمدتي كان اداهم فرصه يفوتوا اليمن حيمشوا اليمن يحاربوا هناك ما عندهم مشكله كويس، حيحاربوا في اي حته في 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 الدنيا ما دام ما بدون قروش ما دام ما بيجي كويس. واحد زي بناوي ده يقعد يتكلم لنا يهطرق لنا ما معروف ذاته يقول في شنو، ما دام ما جبريل لا، وجبريل دارس الحركه الاسلاميه ودار اسس حركه اسلاميه جديده في السودان ذو رؤيه جديده في السودان كويس، رؤيته مختلفه تماما. ما عندهم الناس ما عندهم علاقه بين مشاكل الشعب السوداني والناس اللي بيعانوا من في الشعب السوداني، ما عندهم علاقه بالقصه دي. فيا شباب يا شباب يا شباب الناس اللي بتكلم معاكم ناس السودان حق منو وام درمان حق منو، شوف السودان ده زي ما انت عندك بلد وقاعد تمشي هناك وتقعد فيها كويس وتتفرجخ في الوضع وتقول دي ارضي ودي بلدي وما بعرف النازحين الجدد والناس اللي جونا من وين، الكلام الفارغ قاعد تقوله. ام درمان دي عندها اهل انت كما عارف اعرفها، والخرطوم دي عندها اهل كما عارف اعرفها، عندها قبائل وعندها ناس قاعدين فيها قبل ما تتاسس الدوله السودانيه، قبل ما تكون السودان دي كويس دوله قبل 250 سنه قاعدين فيها اهل، فيها ناس قاعدين فيها قبائل قاعدين فيها. اي حته في السودان دي عندها قضاء عندها اهل ماسكينها قاعدين ومعروفين كويس، اي حته. يا اخي ما دام دي اصبحت عاصمه الدوله الناس المتنازلين جدا كويس ما قاعد يطالبوا بيقولوا حواكير ولا بيقولوا الكلام الفارغ. يا اخي انت ذاتك اتفاق جوبا التافهه اللي سوى ده بنيته على عنصريه، بنيته على تجزئه على البلد. اي زول قلت حواكيره قلت اي زول اي قبيله منطقتها كويس، كله غلط. في النهايه اشوف اقول حاجه، انا دارس لنقطه واحده كويس، ما تدخلوا الناس في حيطان ضيقه. انت جيت دار تجي الخرطوم اهلا بيك، دار تجي درمان مرحبا بيك، دار تمشي مروي اهلا بيك، دار تمشي الدويم مرحبا بيك، تعال كمواطن سوداني كويس، تعال انت كمواطن سوداني. يا اخي انت تجي اسلح انت برا انت اوت، ما مرحب بيك تماما، ما مرحب بك، تجينا داخل بسلاح ما مرحب بك. انت باعتبارك انت جاي بمنطق قوه، انت بيعتبر روحك انك انت منتصر، انت ما انتصرت هذول في حرب، انت كانوا بدقوا فيكم مشردينك كويس، مشيت السماء ذات البروج كويس، احنا مشينا جبناك من السماء ذات البروج كويس، انت ما جيت منتصر، احنا قلنا لك تعال ما تعال اقعد معانا نسوي البلد دي عشان تشيلنا كلنا نبقى ناس ونبقى دوله محترمه، تعال كويس. مشينا لك وين؟ لقيناك قاعد في السودان ما لقيناك، مشينا جبناك من السماء ذات البروج هناك كويس عشان تعرف القصه دي، يعني عشان تكون عارف يعني. فما تقعدوا تعملوا ولا حركات وتقعدوا قله ادب فارغه ساي. السودان ده زي ما قلتوا حقنا كسودانيين ما بنقبل في زول ثاني. انت كسوداني تعال مرحب بك، مرحب بك يا اخي. انت لحد ما قلت تحت الفصل لو انفصلت عملت دولك ان شاء الله تشحن من كل غاره كويس مليون تجيهم، دي قصه ثانيه. يا اخي الان السودان ده كله مشترك، ما بتجبرنا انا ادي جنسيات لناس ما سودانيين، ما بتجبرنا انا ادخل ناس واحترف بهم غصبا عني انهم سودانيين ما سودانيين. يا اختي شادي كان عدد سكانها 24 مليون الليل 16 مليون، في 8 مليون فاتوا وين؟ قطعوا البحر ما قطعوا البحر، قطعوا الحدود كويس. كل يوم بقينا احنا في دارفور قتلوا خنقوا ضبحوا، في كردفان قتلوا خنقوا ضبحوا، في الخرطوم قتلوا ضبحوا سرقوا. يا اخي معقوله يا اخي؟ احنا الثقافه مختلفه، ما بنقدر اسيت ما بنقدر يعني احنا بعد احنا في الخارج بعد ما نتقابل كويس، بتقابل كسودانيين عارف طباعك شنو كويس، بنعامل معك بنفس الطباع، لكن بعد الاقي جنسيه ثانيه بتعامل معك بطريقه ثانيه مختلفه، لانه انا عارف انه ذات طف كيف انه صعب كيف مع حقه اتعامل معه كيف عشان يكون في نفس المستوى فهمه. يا اخي انت جايب لي زول من ثقافه مختلفه كويس، ممكن تقتله زول في كوبايه شاي، ممكن زول شال تليفونه في جيبه يقتله، دي ثقافته. تجيبوا لي تجبروا لي يكون سوداني كويس وخلوه يعمل اي حاجه داير في راسه عشان تقول لي يا اخي ده قريبي،
ده انا ده وادخلتي كويس يا انا ما بعد يا اخي تزعلك مني يا اخي انت منو انت ما بقى انت 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 انت, انت شريك في وطن شريك ذاته جاب الاستعمار جابك سنة 1916 ولا 24 انت شريك اصبحت شريك في وطن ليك ما علينا ولينا ما عليك كويس احنا سوا شركاء ما انت ما انت الحاجه دي حقت البرك الموضوع ده ما بتاعك برك كويس تصرف تقول لي يا اخي انا دار اجيب ما بعرف من الحته الفلانيه ومن الحته الفرتكانيه يا اخي ناس يا اخي كرهتونا يا اخي يا اخي تعرف المشكله الكبيره شنو احنا زمان كنا مقتنعين انك عندك قضيه وكنا والله العظيم يعني حقيقه كويس بنتعصى تحصل اي حاجه لكن هسه اصبحنا وي دونت كير ليه لانه بعمالك انت بخطاباتك باولادك الفاكهون بنبذوا بيهددوا نقتل ونغتصب ونعمل وناي انت ده تقتل وتغتصب مني يا زول تقتل وتغتصب منه ما بتقدر انت ما بتقدر تعمل حاجه كويس الناس اول الفتره الاولى قالت يا اخي زول عنده اساسا الاحداث اللي حصلت خلال الفتره فاتت دي مشكله كويس وكانت يعني اثار نفسيه كبيره على الناس كويس والناس تحاول تطيب الجروح والناس تحاول تتعايش يا اخي انت ما تتعايش انت ما تتعايش وبعدك يعني منطقة القوة دي حقت منو احنا نجي ونقتل ونسوي ما في ظرف بتبرلك في النهاية الناس ملت الناس ملت منك انت اصبحت عقلنا للشعب السوداني كله اصبحت عقلنا لاي زول اظن ان ما اصبح لحد المسا غيرك انت وغير مشاكلك وغير حاجاتك احنا ما فاهمين مشاكلك في شنو احنا ذاته ما فاهمين قلنا لك يا اخي قبل ما تحل مشكلتك مع الشمال قبل ما تحل مشكلتك مع الوسط قبل ما تحل مشكلتك مع المركز امشي حل نفسك انت ذاتك مشكلتك مع بعض كويس عيش اصل احنا كلنا من الصباح 500 ماتوا في الحته الفلانيه 700 ماتوا في الحته يا اخي معقول يا اخي ده السودان يا اخي يا اخي السودان كان فوق 6 شهور ما في زول بيموت 6 شهور ما في زول بسكر بمرض صايم بيموت كويس اللي احنا كل يوم بنصبح من الصباح في السودان 15 نفر 20 نفر في السودان 30 نفر في السودان يا اخي ذاته خليتوا لنا الكسل ده سهل ذاته المواد ده سهل ليه يا اخي ليه ليه يعني انتوا من ذاتكم يا اخي انتوا ذاتكم منو عشان انتوا تخلوا السودان ده كله سهل كده بس اي حاجه سهل سهل فيه بقى سهل جدا معلش يا اخي يعني يعني الحياه دي اخواننا القتل ده يعني دي ما في اعظم منها جريمه كده في الدنيا ربنا خدها ما في اعظم منها القتل ده كويس يعني شو بتطلعك برا رحمه ربنا كويس يا اخي من قتل نفسا كانه من قتل الناس جميعا يا اخي احنا الليله في السودان اصبح القتل عندنا عادي كويس ليه يعني ليه انا سؤال هو ذاته ليه ده كله عشان شنو يعني عشان انت تجيب لي ولد خالتك وتجيب لي ولد عمتك عشان يسرق له تليفون يا اخي تقول له زول دكتور يا اخي يوم ذكرت له واحد مهندس الطاقه الذريه في 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 اسمه شنو جنب الساحه الخضراء مهندس الطاقه الذريه مع السودان ذاته ما فيه اثنين زيه ضربوا قتلوا عشان شنو عشان تليفونه شعره في اضانه عشان تليفونه ما بقبلك ما بقبل حاجاتك يا اخي ما بقبل حاجاتك الجانبيه يا اخي دار تعيش معي في السودان ده كزي زيك واحد اهلا وسهلا دار تجيب ولد خالتك قد انت ولد خالتك يا اخي قدوا الاثنين سوا يا اخي كويس ما يعني كرهتونا السودان وفعلا كرهت يا اخي انت عارف المشكله شنو في النهايه الناس دي ما حتتحوش حتتوحش على مقدارك انت على مقدار شفت الشعب السوداني شايف مسكين ده في النهايه حتوحش على طريقه على طريقتك انت وحيبقى اصعب منك وحيبدا اكثر منك في التوحش ذاته كويس وفي النهايه حتى حتكون الضحيه انت ذاتك حتكون الضحيه يا اخوان احنا عاداتنا سمحه وتقاليدنا سمحه كويس يعني الشعب السوداني ما في منه اثنين كويس ما في منه اثنين في اي حاجه يعني في الطيبه وفي في الامانه وفي في الاخلاق في اي حاجه ما في اثنين من الشعب السوداني ما في يعني ما في شعب ثاني زيه كويس بتحاول تبدله مننا يا اخي طوالي يا اخي زي ما قبل كده مشيت ولايه ساعتها بقول له سوداني اقسم بالله العظيم الناس بتعليك تخاف في النهايه اكتشفت انه كان في ناس جابون سنه 85 هناك كويس كانت مجموعه كبيره جابون هناك ولايه كامله شفتها نبراسكا تقول له انا سوداني الناس بتشفل منها كويس مجموعه سكانيه بشريه ممكن تغير يا اخي يعني تغير الانطباع الدنيا دي كلها عن البلد احنا ناس مساكين ما عندنا حاجه عايشين بكلمه دي المساكين دي الطيبين دي اللي نايم يدونا 2 مليار هنا يدونا 5 مليار هنا يدونا 7 مليار متعايشين به كويس يا اخي يطلعونا احنا كل يوم في كتر والنهب والسرق والكتر في شنو عشان نصل لشنو يعني
فيا شباب في النهايه دار ولا حياه. والله شوف انا ثاني يقول لك السودان ده حق ابنه حدو في مكينه بهل كده. السودان ده كان ما عارف اهله, انت معناه ما من السودان ذاتك كويس. السودان ده من اول الواحد كده من هنا تعالوا قالوا ده من المنطقه الفلانيه, ده من المنطقه الفلانيه, وكله الناس عزيزين. شو ده السودان ده من شرقه لغربه لشماله لجنوبه كله الناس عزيزين كويس, وكله الناس اول حاجه, وكله الناس والله العظيم مشتركين كلهم في يعني معظم العادات والتقاليد دي الناس كلها مشتركه فيها كويس. يعني في اي حاجه الناس مشتركين والله, يعني من اي حاجه السودان بتتوقع ردة فعل في اي حاجه شنو يعني. المجموعه الان اللي بتخش بيقولوا احنا سودانيين ديت, واحنا كلنا عارف انهم جاي من وين. لا عندهم علاقه بالسودان, لا عندهم علاقه على بطب السودان, لا عندهم علاقه ب يعني حقيقه كويس بثقافه السودان كويس. فما احنا ما بنقبلهم, وحنديك انت في راسك ونديهم في راسهم شو ده. وفي النهايه كويس, في النهايه قلت لك حتكرهن الناس فيكم كويس, حتخسروا الكلام ده قلت لك, حتخسروا قضيتكم, قضيتكم الناس اللي وقفت معاه. الناس بتسعى ذاته قرفت يا زول, قرفت من القصه دي ذاته كويس. انا ما في النهايه ما بقبلك يا اخي تفتح لي بلدي بحر يا اخي, تفتح لي يا اخي ولا حاجه, تفتح لي حدود يا اخي العربات. احنا بندفع هنا 500 مليون ومليار و2 مليار في الجمارك بتاعت العربيه, انت بتدخل لي العربيه بغادي مجاني؟ انا اقبلك شنو؟ ده تضمن الاقتصاد يا اخي. انا ازرع واحصد كويس, انت تشيل ده كله توديه لدوله ثانيه مجاني؟ انا ما بقبل. اطلع في البنزين وامشي ادق الواطني واشحت من الدنيا العالميه شدوني بنزين, انت تشيل البنزين ده تديه لدوله ثانيه مجاني؟ ما بقبل, ما بقبل منك يا زول. تقول لي وادخل خلال يعني خلال الشوك. على كل حال تقريبا رؤيه واضحه والفكره واضحه كويس. انت سوداني وانا سوداني والناس اللي بيحضروا في الفيديو ده كلهم سودانيين, كلنا نفس الحقوق, لان كلنا نفس الواجبات علينا, كلنا نفس الواجبات كويس. نقبل بعض, نعيش مع بعض كويس. انت والله العظيم سوداني من كل اطراف السودان عزيز علينا, بسودانيتك دي عزيز علينا كويس, باخلاقك دي عزيز علينا كويس. يعني كلنا واحد, ما قاعد نفرق بيناتنا في حاجه كويس. لكن انت جيب لي حاجات ثقافات ثانيه جديده وده تفرض علي وناس جداد وده تفرض علي, ما بقبلك في النهايه. لا حقبل ثقافتك الجايبه, لا حقبلك انت في نفسك, ما حقبلك في النهايه. فيا اخوانا الناس تكون عاقله كويس. انت دار تعيش في السودان دي مرحبا بك, وتكفي كل مدن السودان. وانا اتحدى اي زول يقول لزول ما تجي الحته الفلانيه, اي زول من حقه يعيش في اي ولايه من ولايات السودان دي, في اي اقليم من اقاليم السودان دي من حقه يعيش كويس بنفس عادات. يعني اقول حاجه, في مناطق في السودان ده الشرف فيها يعني الشرف فيها عاده, ما فيها مشكله. في مناطق ثانيه الشرف ده يا اخي ما يقبلوا الناس. انت من رحلت من بلد لبلد, رحلت من بلد لبلد تحترم عادات وتقاليد الناس, تحترم تقاليد وعادات, وتمشي تسكن عادي وزيك وزيك, وعندك نفس الحقوق ونفس العادات. ودي ما عنصريه انهم قالوا لك يا اخي ما دارين شرابك ده, ما احنا ما بنقبلك تشرب هنا. دي ما عنصريه, ما عندها علاقه بالعنصريه, دي معناها عاداتهم وتقاليدهم ثقافتهم كده كويس. في حتات يا اخي الواحد كان دار عرس بيختفى البيت, الا اختفى البيت حتى ينعرسوا عليه عشان يثبت انه رايل, الا اختفى كويس. ودي عاداتهم وتقاليدهم وحاجه بالنسبه له حاجه مشرفه جدا كويس, ودي ما ثقافه. في حته ثانيه في السودان كان مجلس سرقت بيت بيقطعوا راسه, ده بيقطعوا راس الضمير هنا. يعني حتمشي تمارس نفس العادات والتقاليد دي في حته ثانيه حقتها حق منطقتك, تمشي تمارسها في حته ثانيه؟ الناس تكون عاقله وتفكر بعقله وبراسها يا اخوانا. ما هو الواحد فيكم واحد يجيك واحد راسه زي حقن زي صحن الحقن يا اخي ويتجنن فينا يا اخي. معلش يا اخوانا بيوتنا يا اخي, كل عام وانتم بخير يا اخوان, اسفين الكلام الكثير كويس, اسفين جدا يا اخوانا على الكواريك. لكن والله العظيم الوضع بقى يعني زعل جد حقيقه كويس. يعني حقيقه احنا الناس قامت على البشير ليش يعني؟ الناس قامت على البشير ليش يعني؟ عملت ثورة ديسمبر دي شنو؟ عشان تصلح من حال ما عشان تغطس حجرها كويس؟ يا اخي احنا ماشيين في غطس الحجر, الناس مش الاتجاه المعاكس. احنا كلنا ما جينا عارفين كل مشاكل الدولة السودانية كانت الحاصلة شنو؟ وجينا نقعد كويس؟ عشان كلنا قمنا على البشير ده عشان كلنا اتفقنا على انه عارفين مشاكل الدولة السودانية شنو؟ وعشان نصلحها. انت ما ممكن تلغي لي المشاكل دي كلها وتلغي لي الحياة دي كلها وتدخلني في نقطة جديدة, في مرحلة جديدة كويس. انا طيب انا ما بقيت اقعد من زمان البشير, ودي حقيقة
بيضحك ونجع من زمان البشير بدل ما جبت لي حياه بنود جديده ما من البنود كنا متفقين عليها. فاخوانا الناس تكون واعيه كويس والناس تكون عارفه ان عاوز تعمل شنو كويس. في مجموعه كبيره جدا للاسف الشديد قال فاتوا ربا وفاتوا فهم ذاته للحريه بيختلف فهم ذاته للثقافه بيختلف. في ناس كده مجموعه كده فاتت يعني فاتت دول المهجر دي كويس عندها عانت مشاكل في حياتها في مشاكل كانت عامه مشاكل زي مشكله دارفور دي في مشاكل كانت خاصه زي مشاكل بيتيه كويس. الناس اللي بيحملوا حقد كثير جدا كويس عايزين يفرغوه في الشعب السوداني. يعني انا يوم داخل بيت بتتكلم في واحد كده ما عارف ودوين ده ما عارفه بنبس البيت قلت خليك انا ما اشتغلت بنبسه كثير. قلت يا اخوانا ده معقول راجل سوداني ده راجل سوداني بنبس في بيت راجل كده سوداني من كده يعني فكرتي كده على الشعب السوداني وفي الحته الحاجه اللي تربيت عليها انا والحاجه اللي بعرف هل راجل كده كامل كده راجل واقف كده شاد حلو بيقعد في ميديا بنبس بيت؟ يا اخي انا اقول لك حاجه والله العلي العظيم كويس يوم طلعت مسرة دي نبزتني كويس في فيديو كويس والله ما قدرت ارد لها علي اليمين ما قدرت ارد لها كويس ما بقدر ما بعرف كويس بشوف عيب جدا ان اقعد انبز بيته وارد لها واقول لها كويس ما شبهي الكلام ده لانه عاداته وتقاليدي كده كويس. فيا اخوان عليك الله يا اخي خلوا قله الادب ما بتودينا قدام خلونا نتعايش احنا ناس تعبانين وبلدنا تعبانه فخلونا نمشي لقدام. شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.